كمان من الأخبار المهمة وهي متابعة مستر فيريرا مع الجهاز الطبي تطورات ملف المصابين، وكان مستر فيريرا حريص أن هو يتكلم مع دكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، واللي طلب منه مستر فيريرا أنه يقدم له تقرير عن مجموعة الإصابات داخل نادي الزمالك، واللي على رأسها طبعا إصابة محمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني وشيكابالا وفتوح ونبيل عماد دونجا، علشان يقدر يتابع مين هيكون متاح في فترة التوقف الحالية ومين هيتأخر انتظامه في التدريب طبقا لنوع الإصابة.